صديقتي تقلدني وتغار مني، ماذا أفعل؟ لو أنتي حصل وتعرضتي لغيرة الصديقات أو تقليد الصديقات، سواء كانت واحدة بتقلدك أنتي كشكل كستايل كطريقة كلام، أو واحدة بتقلد شغلك وحاسة أن أنتي مخنوقة ومتضايقة وحرام وليه كده وليه بتعمل كده ومش عارفة تتعاملي مع الموقف ده ازاي، بوعدك وقبل ما الفيديو ينتهي هيكون عندك 4 أسلحة بس تستخدميهم في المواقف اللي زي دي. ايه؟ ايوه انتي سمعتي صح، 4 أسلحة. لو انتي متحمسة للموضوع بتاعنا دوسي اعجاب علشان اعرف، وكمان لو مشتركتيش في القناة مستنية ايه؟ اشتركي في القناة دلوقتي بسرعة، لان هيزيدني شرف ان انتي تنضمي لأسرتنا على القناة بالضغط على سبسكرايب بالانجلش او اشتراك بالعربي وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك الفيديو الجديد اللي انا بنزله مخصوص علشانك عن كل الموضوعات اللي بتخص المرأة، سواء كانت تربوية او عاطفية، عن العلاقات او عملية او اي حاجة من القلب للقلب. الفيديو ده الحقيقة يا بنات هو إجابة على سؤال جالي من بنت من صديقات الصفحة في حالة نفسية مش كويسة. الحقيني أنا واحدة صديقتي بتغير مني وأنا مضطربة نفسيا متضايقة، مش عايزة ده يحصل. فقبل ما أقولك الإجابة في الـ4 أسلحة بتوعنا، عايزة أرجعك لفيديوهات مهمة كنت عملتها، إزاي تعرفي إن صديقتك بتغير منك وإيه أسباب أصلا إن حد يغير منك وتتعاملي معاه إزاي. هتلاقيني سايبالكم الفيديوهات دي في صندوق الوصف، ونبدأ يلا مع بعض في الأسلحة اللي لازم تكون عندك ولازم تستخدميها لما حد يقلدك، لما حد يغير منك. الأسلحة اللي أنا هقولها لك دلوقتي يا بنات هي برمجة عقلية، عايزاكي تبرمجي عقلك على الأسلحة دي علشان لما تتعرضي للمواقف دي يكون معاكي أدواتك. أول سلاح معانا النهاردة، حطيها حلقة في ودنك وعرفي كويس جدا جدا جدا، No one will do you better than you. يعني ايه بالعربي؟ يعني محدش هيقدر يقلدك ويعمل اللي انت بتعمليه احسن منك. ليه؟ لان انت واحدة بس، مش انا اللي بقول ده، ربنا اللي خلق كل انسان فينا متميز متفرد، بصمتك مش زي بصمتها، مش زي بصمتي، مش زي بصمة اي حد في الدنيا. فعلشان كده عايزاكي تطمني كويس جدا جدا، انت في مكانة لوحدك، ما تقلقيش مهما حصل عمرها ما هتبقى انت. تاني سلاح معانا النهاردة، وهو هقوله بالانجلش وبعد كده هترجمه لكم، When you let go of power or of control you will have all the power all the control. بمعنى ليه بقول بالانجلش؟ عشان ما حدش يقول اه دي بتستعرض الانجلش بتاعها علينا. لا، انا بقول بالانجلش لان ده مصدر الجملة اللي انا ببني عليها، فلازم تبقي عارفاه وبعد كده ابدا اقوله لك بالعربي. فهنا لما انتي بتشتكي ولما انتي بعتيلي رسالة، مش قصدي ان انتي ما تبعتليش رسائل، ولكن ليه انا يعني اهلا وسهلا بيكي، لكن لما انتي شفتي فلانة اشتكيتي، علانة اشتكيتي، دي بتقلدني دي بتقلدني دي بتقلدني دي بتعمل زيي، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انتي بمجرد ما طلعتي الكلمة، الكلمة بقت قيد التنفيذ. بمعنى ان ممكن الانسانة اللي انتي بتشتكي لها دي هي كمان تقلدك. ليه؟ لان كل ما انتي بتطلعي طاقة سلبية بتاخدي قدامها طاقة سلبية. كمان معنى ان انتي تشتكي ده معناه ان انتي رافضة ان ده يحصل، عايزة تمنعي ده، عايزة تتحكمي في ده. ولكن اعلمي زي ما انا قلتلك، when you let go you will have all the power، اعلمي ان مهما حصل عمرك ما هتقدري تتحكمي في الناس، الحاجة الوحيدة اللي هتقدري تتحكمي فيها هي نفسك. وهديلكم مثال بسيط على ده حصل معايا وحصل معاكي وهيحصل معانا من هنا لمدى الحياة. بتصحي الصبح الساعة 7 أو 6 6:30، تخلصي الميك اب والشاور واللبس 7 علشان تلحقي الباص 7:30 علشان توصلي الشغل 8، فانتي عملتي كل حاجة بالملي وده اللي انتي تقدري تتحكمي فيه. نزلتي 7:30 8 8:30، الباص ما جاش، انتي تأخرتي على الشغل. النتيجة اللي حصلت ان انتي حتى لو عملتي كل حاجة بالملي زي ما قال الكتاب، ما قدرتيش تمنعي او ما قدرتيش تتحكمي ان انتي تروحي شغلك في الميعاد ده. ليه؟ الرسالة دي جايلك تقولك ايه؟ طبعا بتحسي اه انا مخنوقة، انا متضايقة، انا كان نفسي ده ما يحصلش، انا كان نفسي اروح الشغل في الميعاد، انا كان نفسي المدير ما يقوليش ما يعدليش. ولكن
الرسالة دي جاية لك علشان تقول لك الحياة ليست لا خالص مش زي ما انت كنت هتقولي، مش زي ما بيقولوا كمان الحياة ليست عادلة. انا ضد العبارة دي وهقول لكم ليه في فيديوهات تانية، ولكن الحياة ليست مثالية، فمهما حاولتي تتحكمي في الظروف المحيطة مش هتنجحي ومش هتقدري تعملي ده. كل اللي انت هتقدري تتحكمي فيه هو نفسك. مش هتقدري تتحكمي في اللي هي بتعمله، اتحكمي في نفسك. بطلي شكوى ليه؟ علشان رقم 3، ياريت تكتبي لي هل فعلا في حد غار منك قبل كده ولا لا، وايه اللي عمله او عملته خلاكي تكتشفي ده. يلا اكتبوا لنا في التعليقات، خلونا نستفيد من تجارب بعض. هستناكوا. اللي هي مترتبة على رقم 2 وهي ثقي في ربنا اولا، ثانيا ثقي في نفسك وفي شغلك. ثانيا الشغل اللي انت عملتيه وتقلت ممكن يتعامل تاني احسن منه الاف المرات، لان اللي عنده عقلية ان هو يعمل شغل منتج، اللي عنده عقلية ان هو يجتهد ويشتغل على نفسه، العقلية دي موجودة معاكي، ما راحتش في اي حتة، هتقدري تعملي ده مرة واثنين وثلاثة. لكن اللي بيقلد مفلس، هياخد فكرة خلاص مش هيعرف ينميها، مش هيعرف يطور فيها، فالفرق هيبان. دي حاجة. لكن لو حاجة تانية، بمعنى ان اللي قلد ده خد الفكرة منك ونجح بالفكرة دي، سواء كانت مشروع في الشغل، سواء كان بروجكت بتعملوه مع بعض، سواء كانت فكرة قلتيها قدام المديرة والتاني خدها واشتغل عليها وكبرها ونجح بيها. فهنا لو انتي ما عملتيش الشغل اللي احنا قلناه في خطوة رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 وما وثقتيش في ربنا كفاية، اللي هيحصل في قلبك، قلبك النظيف اللي ربنا خلقه على الفطرة، هيتملي حقد، كراهية، ضغينة. هيجيلك احساس الشغل ده منسوب ليا، النجاح اللي هي نجحته ده بتاعي انا، التورتة دي كلها كانت بتاعتي، ليه حد ياخد جزء من التورتة؟ لا 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 لا، الشغل ده انا اللي احقق بيه، انا اللي كنت مفروض اخده، انا اللي كنت مفروض انجح. فهنا هيجيلك العقلية السلبية دي، وعقلية استكتار النجاح للاخرين، وعقلية ان انت عايزة كل حاجة تاخديها لوحدك. فهنا كل السلبيات دي هتنسيكي. علمت ان رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. علمت ان رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. ما تقلقيش، رزقك جاي لحد عندك. لو حد نجح ربنا اللي نجحه، مش فكرتك، مش انتي. حتى لو قلدك ما تزعليش، حولي ده لشيء ايجابي. اعرفي ان انتي حد ملهم، اعرفي ان انتي حد قوي، اعرفي ان انتي حد منتج، اعرفي ان انتي حد الناس عايزة تستفيد من خبرته. ما تحوليش الطاقة دي لطاقة سلبية 100%، لان الطاقة دي هتاكلك، هتدمرك، هتملكي حقد. خلي بالك كويس جدا جدا. رقم 4 معانا النهاردة والمبنية على كل اللي احنا قلناه ومن اهم النقط يا بنات، وهي ربنا مديكي ومديني حاجتين، لو ضاعوا مننا الحاجتين دول مش هيرجعوا تاني وهنندم عليهم، وكمان ايا كان دلنا هنتحسب عليهم، وهما الوقت بتاعك والطاقة بتاعتك. الثانية اللي بتروح او الثانية اللي انا حتى بكلمك فيها دلوقتي ممكن ما ترجعش تاني، الطاقة. فركزي كويس جدا جدا ان انتي تحافظي على طاقتك مهما حصل من حواليكي من برا. مش هتقدري تتحكمي في كل ده. الشيء او الحاجة الوحيدة اللي انتي هتقدري تتحكمي فيها هي نفسك، وبتعملي ايه، وازاي قادرة تقودي طاقتك وتقودي وقتك لمنفعتك انتي ولمصلحتك، وان انتي ترتقي بنفسك. وعايزة اقولك مهما اشتكيتي، مهما اتضايقتي، مهما تذمرتي، مش هنقدر نمنع ده، ده هيحصل وبيحصل وممكن يحصل اكتر. ولكن لو فضلتي مركزة على الشكوى وعلى المنع، النتيجة الوحيدة اللي هتحصل ان الناس دي برضو هتنجح وبرضو هتتقدم وهتتطور، سواء بيكي سواء من غيرك قلدتك او ما قلدتكيش، وانتي هتفضلي في مكانك محلك سر، مركزة كل طاقتك على الناس ومين عملت ومين قلدت، والحق يا فلانة والحق يا علانة. لأ، ما تعمليش ده. ده كان محتوانا بالنسبة لو صديقتك بتغير منك او بتقلدك، تعملي ايه وتتحكمي في ده ازاي. ولكن ما لقيتش حد بيتكلم عن لو احنا اللي حسينا بالغيرة تجاه الاخرين،
طبعا في ناس هتقول لا انا ما بغيرش، انا بتمنى لغيري الخير، الكلام ده كله كلنا بنعمل ده، كلنا كويسين وكلنا ربنا خلقنا على الفطرة، ولكن احنا بشر، احنا عندنا مشاعر، في ممكن منها تكون مشاعر ايجابية ومنها ممكن تكون مشاعر سلبية، ولكن لو فضلتي تخزني المشاعر السلبية جواكي ومعرفتيش تتعاملي معاها بشكل صح، المشاعر دي مش هتضيع ومش هتدمر حد غيرك انتي الاول قبل ما تدمر غيرك. فلو عايزين اني اعملكم موضوع عن لو حسيتي بمشاعر غيرة تجاه صديقتك او تجاه صاحبتك او تجاه اي حد تعملي ايه، سيبولي ده في التعليقات سواء عايزين الموضوع ده او لا. ولو عايزة انضمي لجروب بنات زيهم زيك بالظبط، عندهم نفس الدماغ نفس المشاكل نفس الافكار، اتأكدي ان انتي تعملي طلب انضمام لجروبي الخاص على الانستجرام وعلى الفيسبوك، ما تنسوش تعملولي فولو هناك. وكمان هسيب لكم الادلة المجانية سواء كان دليلك المجاني للسعادة الزوجية ل2020 وكمان دليلك المجاني للعلاقات الصحية وازاي تعرفي ان انتي في علاقة صحية مع شريك حياتك ولا لا. لينك الدليل ده هتلاقيه في صندوق الوصف. كل اللي انت هتعمليه ان انت هتدخلي ايميلك واسمك والدليل هيجيلك لحد عندك. ولو استفدتي من المحتوى دوسي لايك وشاركيه مع كل صحباتك واكتبيلي في التعليقات ايه اكتر حاجة استفدتيها، واشوفكم على خير بإذن الله يا حبايبي. مع السلامة.